السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابس خاتم مكتوب عليه لا إله إلا الله فلم؟ قال ينفع بأننا كان يلبس خاتما مكتوب عليه محمد رسول الله. محمد لو جبت الخاتم ده اصبر علي اصبر علي. محمد سطر رسول في سطر لفظ الجلالة في سطر. هذا خاتم رسول الله وكان يرسل رسالة فيختم بها به عليه الصلاة والسلام. وبقي بعد الرسول مع عمر مع أبي بكر وبعد أبي بكر مع عمر وبعد عمر أخذه عثمان فسقط منه في بئر أليس فما استطاعوا استخراجه والله أعلم.